جود ايفنينج، الانجليزي ده خلي بالك. كوتشي كوتشي حاجه حضرتك؟ يا صغنن مين اللي صغنن؟ يا أم حضرتك هبله لا ولا بتستهبلي؟ لا يبقى ظلمت. عايزة حد يحقق لي الهدف. انت منين يا بنت؟ انا منين؟ من التيك توك. من التيك توك؟ انا منين؟ من التيك توك. من التيك توك التيك توك الدور الكام يعني؟ يا سفينة انا مش عارف اعمل، انا تعبت خلاص مش عارف اعمل ايه. تبع مبدأ واحد، ابوس ايدك دليلي. سقسقها ايوه، ما تغطسهاش. الله يبارك لك، الله روحي انت. لا هنفهم بنتعلم يعني، طول ما احنا عايشين بنتعلم من حضراتكم يعني، احنا كنا فين وبقينا فين يعني، خلي خلقك كويس. تعالى اللي عندك 40 سنة وبتكلم واحدة عندها 53 سنة. اه يعني بتكلمك انت حاجة؟ وانت عندك 53 سنة؟ دي انت من ايام عرابي. بتدور على ايه عندها؟ يمكن بتدور على حنان الام، ولا بتدور ان هي عندها خبرة؟ خبرة يا حاجة، ما تلمي نفسك، لما انت صالحية منتهية. فوق دي نفسك. معلش يا حاجة، بكرة ربنا يهديه، انتوا في سن خطر دلوقتي، بكرة تكبروا تعالوا. فوق يا حبيب امك. فوق عشان عيب عليك. خلاص يا سندريلا، خلاص عرفنا ان في كائن حي عايش وسطينا كده وبعكسك، انا نفسي اشوفه ده. صلوا على النبي، لقينا فار. صلوا عليا يا جماعة عشان بنطلعوا الفار، ها؟ كله عليا في دلوقتي. هنيجي يعني، انا معايا اوضه بلدي والله يجيبوا لك من قفاها. ليه يا راجل؟ اه والله كله على الله. ايه ديلي جاي والله، هحمل اوضتي بس واجي. قلبي كله، عمري كله، بوسي. مين؟ بوسي. بوسي ايه؟ بوسي دي القطه بتاعتك. القطه بتاعتك وبوسي صبغه شعرها دي بقى. اغلى من نور عيني. بص لهم يا بنتي، بص يا بنتي، بص دي ممكن تكون اخر نظره دي. بص يا بنتي ليه احلى قطتي في الدنيا كلها. مع السلامه يا بوسي، مع السلامه في جنه الخلد ان شاء الله. البوسي يا اهل امه، دي عامله لي كيوت والله، هتاكلها بعد الفيديو والله. دي قادره فاجره. هو اللي عمل المشكله دي كلها اللي جاب لها موبايل، احنا كلنا ندعي عليه. هي ملزه. صباح الخير يا مصر، انا صحيت كله يس. ده كوميدي كوميدي، ما تاخدش في بالك، ده اضحك يعني. لا شباب والله العظيم انا مش هخليه يحلق لي خالص، ولا هخليه يدب المقص في شعري غير لما تبعتوا لي اسد على البث مباشر. بس يرضيكوا كده، يرضيكوا كده بودي ابو شعر سايح وجاي على الجنب كده بودي فلقة القمر. غز اسطى بالمقص، حطوا له في رقبته كده وانا شاهد معاه. يخليه كده يحلق لي من غير ما تبعتوا لي اسد على البث مباشر. يا عم غز خد ده، ما تتكلمش معاه، ده غزه على طول. العزاء على المقابر ان شاء الله بعد الزفه، بعد مش هنعمل شادر احنا، لان هم ضيعوا كل الفلوس على الفرح بتاعهم بيتفشخروا بيها وكده يعني، وما نجيلكمش في حاجه وحشه. امين دايما انتي. افهمي وامانه عليكي، امانه امنتها لك يعني، لو فهمتيه فهموني يعني، عشان مش فاهمه اصلا، او تقدري تقولي مش مستوعبه. الواد المز القمر اللي شفايفه هتتقطع حته حته، يا رب يا اما انا اخده يا انت تاخده يا رب. لا يا رب خده انت، خده اوعى تسيبه لها. انصرت على الوش خصمي، انا طرطرت على الوش اسمه واحده اسمها زو. معلش بس ما انت عملت ايه؟ انا طرطرت على الوش اسمه. ما هي انت عملتها ازاي دي؟ شوف انا هروح هتلاقيها دقه اسمي، يا ابني مش مقنعه علشان تنفذني. لا انا مقدر ان انت عايزه تغني والله، انا حاسس بالموهبه اللي جواكي والله، بس انت بتقول كلام عيب على فكره. طب يا جماعه انا داخله العب مع واحد هو بتاع المره اللي فاتت اللي مطلع معاه مراتاته في اللايف اربعه. لا ما تخشيش مع الناس النوتي دي، انت شكلك مؤدبي. بيه الزهر مش تجيب رزقها يعني، احنا جالنا الفقر من شويه. لا مفيش موزه زي دي، انت بتعمل عليها البيت ونخلف الواد كريم الصغير. خلاص ما تحصرناش، عمال تحطي في احمر وابيض وشهرنا في وشك واي شادو هاي شادو ماي شادو وريحه عرقك تطرش. بس مزمزيل مش اخلاقي. هو بالشك؟ امال بايه؟ بالنظافه. بالنظافه، او انت باين عليك قوي النظافه، باين الصراحه. ما تسمعنا حاجه يا سيدي. اما نرام نرام اما نرام، قول كمان قول، عايز انسى العلاقه الزباله دي. اول حبيبي نرام اخر نرام. كفايه تقع مني، ما انا ولا عايزك، محتاجك انا. يا سلام على اللوك اللي انا عاملاه، الشعر موف والفروه اللي انا لابساها دي موف، وحالتي موف موف. تقول لك حالتها موف دي موف موف، دي خطر دي، خلي عارفه لو موف اخضر ولا كانت تمشي. موف موف دي خطر. اديدا مصروفك كام في الشهر؟ مصروف الشهر بتصرف كام في الشهر؟
بصرف على حسب 500 جنيه و4000 جنيه على حسب في الشهر. في الشهر راجل صريف مدلع نفسه باين عليه. لا انت راجل نزيه وكل حاجه بجيبها لنفسي، ما فيش حد يجيب لي حاجه، انا بجيب الحاجه لنفسي. ايوه ياب ايوه اللي اداك الدين يا سيد. عايز اقول لكم حاجه، انا عايز ابقى مشهور زي محمود حديد. هو سهل تبقى مشهور بس هو صعب تبقى حديد، يعني انت مش شايف النضاره ولا ايه؟ عايز منكم تعملوا لي لقاءات كتير، عايز ابقى مشهور زي. ومال ولا حاضر امين حاضر والله، من حقك من حقك تعمل، احنا في زمن الحديده. صدن 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 مواضيع، ما تيجي تشوف لنا حل في القرف ده، ولا انت ما بتنفوش غير علينا احنا، ولا ما تيجي دي التفه المصري يا ابني، هتروح فين انت غلبان؟ احنا الفراعنه اهو ليه؟ خلاص المواضيع عشان دي جت فيا انا. رد علينا جدعان يا اسكندرانيه. في حاجه يا حاجه؟ اشمك؟ تويجر برضو، يا نهار تويجر ويا نهار جمال ويا نهار حلاوه. حلاوه حلاوه الروح يا حاجه، ده حلاوه الروح دي، توبي توبي ربنا يكرمنا، الحاجه جابت تايجر وهتخربها. يا رب انا مش عارف اعمل ايه. سقسقها محمود، ينفع معاها سقسقها؟ ما تغطسهاش. امشي امشي. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك عليه الصلاه والسلام. يسعد قلبك يا اسطى. معبط معبط، هات من الطبق ماما فيك، هات الطبق واللي بيه على راسك في الحكمين. قلت لي اقعدي فيه وبعد كده اقلبي على راسي. لا قلت لك اقعدي فيه وانا اعمل ايه بنت تقعدي فيه؟ وانت هبله ولا ايه؟ وتجيبي من الطبق وتقلبي على راسك. اقلبي على راسي الطبق؟ ماشي. تجيبي من الطبق بكوب حاجه وتقلبي على راسك. يلا. ماشي حاجه ماشي. يلا ثلاث احكام اللي انت قلتيهم يلا اعمليهم. يلا. تمام. يلا. يلا. يلا اعملي معايا يلا. يلا. يسعد قلبك يا يلا. يسعد قلبك. ماما قايله لك في الطبق، هي انت متخلفه ولا ايه؟ قلت لك اقعدي جوه الطبق. انت عايزه ايه؟ في الطبق. اقعدي في الطبق واقعدي من الطبق واخرفي. واقعدي من الطبق واقلبي. سامع حكمي؟ ولا انت بتستقبلي؟ هتقولي السلالة لو سمحت بسرعه. والسلالة وتاني السلالة وكريم كوك اسكندريه الحته اللي ليا. والسلالة انزل بالسلالة وانزل يا مدلع مدلع يا راجل على وش المية سبسكري سبسكري على وش المية. واللي متغاظ منا يعمل زينا، واللي متغاظ مننا ده كده عظمة قوي، ده كده عظمة قوي. سلام.